أتخيلين؟ افتح لي الشير يا رئيس حتى أشير الكتاب. نعم نعم ننتظر شيء. Apalagi share-nya ada itu settingannya itu di share supaya bisa semua partisipasi. Tidak usah antum yang buat filenya, share saja yang mau tampilkan. Tolong Ustaz Khairi. Iya. Belum bisa. Anta dari siapa nak? Baik. Mana Ustaz Khairil? Bisa? Ya, sementara ini saya. Ya, nanti saya. Boleh. Multiple. Ya, betul. Ya, itu dia. Ya, oke. Naam Syekhna, tafadhol. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، هل الصوت واضح يا أحلى؟ نعم شيخنا، الصوت واضح شيخ. واضح. طيب. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. أسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا هذا الجمع على غير موعد في هذه الدنيا أن يجمعنا يوم القيامة تحت لواء الحمد لواء محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وجواره الكريم سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، في اللقاء الماضي أحباب نحن أخذنا لحظة أضف الصوت عندي. في اللقاء الماضي أحباب نحن أخذنا الحركات أو الحروف بحركة الفتح. طيب،
انزلوا معي في الكتاب كما أنا أعرض الآن. أنتم أخذتم هذا واجب، وهي أشكال الحروف في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخرها. ليس الجميع كتب الواجب، أرجو يا أحباب الاهتمام بالواجبات. أنا لا أكلف الواجبات لإضاعة الوقت، لا أبدا، أنا أعلم أن إحنا أنكم مشغولون، فعندما أكلف بواجب اعرفوا أن هذا مهم. مهم لماذا؟ لا يشترط أن يكون مهما في الكلام، نحن نريد أن نخرج من هذه الدورة وقد أحسننا مخارج حروف اللغة العربية نطقا وحوارا وكلمات وكتابة. ممكن مترجم أيوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب أساتذة beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait huruf-huruf dengan menggunakan harokat fathah. Dan juga beliau melihat tidak semua dari kita sudah mengumpulkan wajib. Wajib itu PR. Belum mengumpulkan PR di grup, di mana beliau sesungguhnya memahami bahwasanya kita ini sibuk, dan beliau paham betul bahwasanya penugasan ini atau PR ini tidak untuk membuang-buang waktu kita. Karena tujuan kita untuk keluar dari daurah ini adalah agar kita mampu membaca, menulis, dan juga berdiskusi dengan bahasa Arab yang baik dan benar. فهذه الدورة يا أحباب لو كانت قاصرة على نور البيان لكان الموضوع أبسط من هذا، لكن نحن متفقين على أن هذا بداية لنعد طالب العلم، فلأنكم لستم عرب نحن سنبدأ معكم في تعليمكم اللغة العربية الصحيحة وأيضا القرآن الكريم الصحيح، لأننا سنكمل طالب علم بعد ذلك، ليس فقط دورة نور البيان وننتهي. تفضل. Jadi meskipun daurah Nurul Bayan ini daurah yang sebentar saja menurut Syekh, tapi tujuan kita sebagaimana kita sepakati di awal adalah bahwasanya ini sebagai batu pijakan untuk kita untuk belajar agama lebih baik lagi. Jadi ini adalah permulaan bagi kita untuk belajar agama dengan kita belajar bahasa Arab dan juga belajar Al-Qur'an. لذلك نحن سنكلف بواجب مشافهة، سنكلف بواجب كتابة، سنكلف بحفظ كلمات، حتى نخرج من هذه الدورة مؤهلين لتعلم العلم الشرعي من كتبه العربية الأصلية. Jadi nanti kita akan ditugaskan tugas-tugas secara lisan musyafahah, kemudian tugas-tugas secara tulisan, dan juga tugas-tugas afwan syekh al wajib wahid akhir al musyafahah wal kitabah wa musyafahah wa rekord tasjil thumma wajib al kitabah thumma wajib tahfiz kalimat sanukallif bi hifz kalimat arabiyyah hatta yakun indak muradifat arabiyyah kathira. Dan juga jadi tugasnya ada tiga tadi, tugas tulisan, tugas membaca, tugas dengan lisan, kemudian juga tugas menghafalkan kalimat-kalimat agar kita keluar dari daurah ini memiliki kapabilitas untuk belajar lebih dalam lagi ilmu agama. Jadi seperti itu. طيب فأرجو بإذن الله أن تهتموا بالواجبات بارك الله فيكم. الآن نحن وصلنا إلى الحروف المتشابهة كتابة كما تروا. يعني مثلا هذه الباء في الكتابة تشبه النون، لكن النقطة تحت والنقطة هنا في الأعلى، فهذه بعض الحروف التي قد تلتبس على بعض الطلاب، فهذه لابد أن تكتبوها واجب حتى تفرقوا بين الحرفين، فهناك تشابه بين الباء والنون، التاء والياء، الثاء والشين، فهذا إن شاء الله يكتب واجب كتابة حتى تفرق
بين الحروف المتشابهة في الكتابة. تفضل. Jadi yang kita lihat di layar ini adalah huruf-huruf yang mutasyabih atau yang memiliki kemiripan, memiliki kesamaan dalam penulisannya, di mana kita bisa melihat huruf ba itu hampir sama dengan huruf nun, huruf ta hampir sama dengan ya, dan seterusnya. Maka ini menjadi PR kita juga. Jadi ini mungkin boleh dicatat asatidah semua, bahwa ini PR kita untuk kita tulis agar kita dapat membedakan huruf-huruf yang memiliki kemiripan agar kita tidak salah baca ataupun salah menulis. وهذا ليس درس اليوم, هذا واجب كتاب. لكن أنا سأقرأ وأنتم استمعوا فقط. هذه باء نون تاء ياء ثاء شين جيم خاء زاي را ذال دال ضاد صاد ضاء طاء غين عين شين سين فاء قاف لام كاف تاء. لكن هذه نسميها تاء مربوطة, مربوطة مثل الحبل الذي تربطه, فكانت مربوط يعني مثل عقدة, تقوم بعمل عقدة, فتلتبس على البعض التاء المربوطة مع الهاء. هذه هاء عندما تكون في آخر الكلمة منفصلة, إذن هذه تاء وهذه هاء, لكن نسمي هذه تاء مربوطة. لماذا؟ لأن لها حالات سندرسها لاحقا, لكن أصلها تاء مربوطة. أرجو يا جيال أن تعلق على هذه الجزئية فقط. جيال أيوة تاء مربوطة والهاء فقط. أيوة, yang perlu diperhatikan adalah di ta marbutoh itu, kenapa disebut marbutoh? Karena terikat. Jadi posisinya adalah terikat, yang mana di keadaan-keadaan tertentu ta ini seperti menyambung dengan huruf-huruf lainnya. Maka nanti insya Allah akan dipelajari di pembahasan khusus insya Allah. Jadi harus bisa membedakan ta marbutoh dan juga ha marbutoh. Ta marbutoh تنطق تاء إذا كانت متحركة ولن نقف عليها, مثل سنة الله. لكن لو وقفنا على كلمة سنة نقول سنة, لا نقول سنة. أما الهاء المربوطة هذه دائما هاء, سواء مع الوصل أو مع الوقف أو مع الحركة أو مع السكون. Catatannya adalah bahwasanya tak marbutoh itu akan dibaca tak ketika dalam kondisi tersambung dengan kalimat atau kata selanjutnya. Seperti misal yang disampaikan oleh Syekh, sunnatullah. Jadi ketika tak ini menyambung dengan kalimat atau kata selanjutnya, dibaca sebagaimana tak biasa. Namun ketika tak marbutoh ini terletak di akhir kalimat atau terletak di wakaf, maka dibaca seperti hak. Nah, seperti itu. Kemudian bedanya dengan hak marbutoh adalah, hak marbutoh tidak ada pembedaan sama sekali. Artinya tidak ada khusus kekhususan sama sekali. Jadi entah dibaca di wakaf ataupun dia ada harokatnya, tetap dibaca hak. Tidak seperti tak marbutoh, jika nyambung dia dibaca tak, namun jika wakaf dibaca hak. نكمل. هذه ألف آ, هذه لام لكن في وسط الكلمة, هذه عين غين لكن في آخر الكلمة, هذه تاء مربوطة مثل هذه, وهذه هاء مربوطة لكن هذه متصلة بكلام قبلها, أما هذه منفصلة, هذه نون, هذه ذال, فاء
غين، هذه عين، غين. انتبهوا الفرق بين الفاء والغين في الكتابة، أن الفاء لابد أن يكون داخلها فراغ في دائرة داخل، فانظر. أما الغاء الغين مطموسة ليس داخلها فراغ. ممكن فقط تترجم الفاء والغين يا جان؟ أيوة شيء. Jadi perbedaan antara fa dan ghain ketika berada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kata adalah di huruf fa itu selalu di dalamnya terdapat bulatan lubang seperti itu. Sedangkan untuk ghain itu tidak ada bulatan lubang, jadi tertutup. Nah, itu perbedaan antara fa dan juga ghain di tengah-tengah kata dalam bahasa Arab. Tamam. Thumma fi الغين نجد أن لها زاوية جهة الشمال، انظروا، هذا في خط النسخ. في خط الرقعة يكون جهة اليمين. المهم أن يكون لها زاوية، لا تكون دائرية مثل الفاء. إذن الفرق بين الغين والفاء أمرين. الأمر الأول أن الفاء دائرية وداخلها فراغ، أما الغين لها ذيل ومن الداخل مطموسة. Jadi perbedaan yang mencolok antara fa dan ghain itu ada dua hal. Yang pertama, huruf fa itu penulisannya itu seperti bundaran atau dairah atau lingkaran yang di dalamnya terdapat lubangnya. Itu adalah huruf fa. Sedangkan huruf ghain itu adalah seperti ada buntutnya. Jadi di khot riq'ah itu ekornya ke kiri, sedangkan di khot afan, di khot nashi ekornya di kiri, sedangkan di khot riq'ah ekornya di kanan, dan juga tidak ada lubang di tengahnya. Itu perbedaan yang mendasar. Thumma hadhihi al-'ain wa hadhihi al-ghain wa hadhihi al-hamzah wa hadhihi al-'ain fi awwal al-kalim. Falabud an nufarriq بين الهمزة والعين، هذا سيكون واجب حتى تفرقوا بينهم في الكتاب. هلموا بنا الآن إلى الحروف التي قد تتشابه نطقا، وللأسف يخطئ فيها كثير من الطلاب حتى من بعض العرب، ما بالك بالعجم أو غير العرب. لذلك سيكون درس اليوم عن الحروف المتشابهة نطقا. تفضل. Jadi insyaallah itu tadi adalah PR kita yang pertama hari ini adalah untuk menuliskan huruf-huruf yang mutasyabihah dalam penulisan. Sedangkan huruf-huruf yang mutasyabihah atau memiliki kemiripan dalam pengucapan ini akan menjadi pelajaran kita pada sore hari ini, di mana beliau, Syekh Hafidzullah Ta'ala, menemukan banyak sekali kesalahan dari thalabul ilm ketika membaca huruf-huruf ini. وَلِأَنَّنَا قَرَأْنَا الْحُرُوفَ كَامِلَةً بِحَرَكَةِ الْفَتْحِ فَالْيَوْمْ سَيَكُونَ الدَّرْسِ مُخْتَلِفًا. اليوم أنتم من سيقرأ علي، ليس أنا من سأقرأ عليك، لأسمع وأصحح. أنا سأقرأ أول نموذج فقط حتى تفعلوا مثلي. انظروا كيف سأفعل في النموذج الأول وافعلوا مثلي. ترجم يا Jadi untuk hari ini Syekh tidak membacakan huruf-hurufnya kepada kita, tapi beliau hanya menunggu kita membacakan huruf-huruf ini dan Syekh akan mengoreksinya. Jadi nanti Syekh akan membaca sekali saja untuk permisalan agar kita dapat bisa tiru, setelah itu baru kita satu persatu membaca kepada Syekh. كيف سأقرأ؟ كما علمناكم اسم الحرف ثم الحركة ثم نطق الحرف كالآتي: قاف فتحة قاف، كاف فتحة كاف، ثم أقرأ الاثنين قا ك، مرة ثانية قاف فتحة قا
كاف فتحة ك ق ك ق ك. أريد الجميع يقرأ بهذه الطريقة. تفضل يا رئيس رتب ال... ابدأ يا رئيس ثم جالو ثم رتب الإخوة إن شاء الله. نعم سلام. هذا سات جالو أرجين. Boleh saya terjemahkan dulu? Yes, jadi sistemnya yang kita baca sekarang nanti adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh. Jadi kita membaca ismul hurufnya dulu, kemudian membaca harokatnya, kemudian membaca harokat, membaca huruf dengan harokat. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh, umpamanya huruf qaf, kita baca ismul hurufnya dulu qaf, kemudian harokatnya apa? Fathah. Kemudian huruf qaf dibaca dengan fathah, jadi o. Seperti itu dan seterusnya. Tafadhol Ustaz Rais. Naam Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf fatha qa, kaf fatha ka, qa ka, zai fatha za, zal fatha za, za za, sa fatha sa, sin fatha sa, sa sa, wa fatha wa, dal fatha dha, wa dha, ta ta fatha ta, dal fatha da, ta da, lod fatha lo, dal fatha da, lo da, sa fatha sa, صاد فتح ص س ص ف ف ف فتح ف س فتح س ف س ط فتح ط ت فتح ت ط ت لام فتح لام ر فتح ر لا ر و فتح و نعم لام فتح لا. لا اسم الحرف إذا أضيف له حركة لا تنطق الاسم تنطق اللفظ نعم. فقط عيد لام نعم. لام فتح لا ر فتح ر لا ر و فتح و زاي فتح زا و زا غين فتح غ خ خ فتح خ غ خ عين فتح ع ح فتح ح ع ح هم همزة فتح ا ه فتح ه ا ه ذال فتح ذا س فتح س ذا س ها فتح ها ح فتح ها ها ح تجد أن أكثر هذه الحروف تلتبس على بعض الإخوة فالبعض ينطق القاف مثل الكاف قا قا زا زا ثا سا لذلك لابد أن تدرب اللسان على الحروف المتقاربة في المخرج. في هذا الحرف ممكن ننطقها ألف ليست همزة. ألف فتحة آ ها فتحة ها لأن البعض يخرج هواء مع الألف فيشبه الهاء يقول ها ها لا آ آ أما الهاء تختلف ألف فتحة آ هاء فتحة ها طيب بعده تفضل نعم بعده جالو أيوة جالو طيب شيء بسم الله قاف فتحة قا كاف فتحة ك زاي فتحة ز ذال فتحة ذا ثاء
fathah sa, sin fathah sa, dho fathah dho, dhal fathah dha, ta fathah ta, dal fathah da, dod fathah do, dal fathah da, sin fathah sa, sod fathah so, fa fathah fa, tha fathah tha. Oh, afwan saya, ana lam aqra al huruf marratain yani. Okay. Nu'id aw nastamir shay. Akmil lakin akmil bi tariqa sahiha. Ayah, ma adira, nasit wallah. Ta fathah ta, ta fathah ta, ta ta, lam fathah la, ra fathah ra, la ra, dha fathah dha, zai fathah za, dha za, ghain fathah gha, kha fathah kha, gha kha, ain fathah a, ha fathah ha, a ha, alif fathah a, ha fathah ha, a ha, zal fathah za, tha fathah tha, za tha, ha fathah ha, ha fathah ha, ha ha. ممتاز ما شاء الله. بعده تفضل. سيد جميل تفضل سيد جميل من بونه. بسم الله. قاف فتحة ق. كاف فتحة ك. ق ك. زاي فتحة زال فتحة ذا زا ذا ثا فتحة ثا سين فتحة سا ثا سا ظا فتحة ظا ذال فتحة ظا ذا ta ta fatha ta dal fatha laysa ta ta fatha ta ta ya ta fatha ta dal fatha da ta da laysa dal 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 turajil dal fatha da ta da dad fatha dha dal fatha da dada wasil shay sin fatha sa sad fatha sa 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 fa fatha fa sa fatha sa 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 ta fatha ta ta fatha ta 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 lam fatha la ra fatha ra la ra
dha fathah dha, zai fathah za, dha za, ghain fathah gha, kha fathah kha, gha kha, ain fathah a, ha fathah ha, aha. عين فتحة عين فتحة ع حاء فتحة حاء تفضل عين فتحة ع حاء فتحة ح ع ح ألف فتحة ا ها فتحة ه ا ها ذال فتحة ذا ثا فتحة ثا ذا ثا ها فتحة ها فتحة ها حا فتحة ها حا فتحة حا ها حا تفضل بعده يا أستاذ مستام يا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قاف فتح قا كاف فتح كا قا كا زاي فتح زا ذال فتح ذا زا ذا ثا فتح ثا سين فتحة س ث س ظ فتحة ظ ذل فتحة ذ ظ ذ ت فتحة ت دل فتحة د ت د ضاد فتحة ض دل فتحة د ضاد سين فتحة س صاد الضاد فتح اعد الضاد اعد الضاد والدال مره ثانيه ضاد فتحه ض دال فتحه د ض د ض د ض د تفضل ضاد فتحه ض دال فتحه د ضاد سين فتح س صاد فتح ص س ص ف فتح ف ث فتح ث ف ث ط فتح ط ت فتح ت ط ت لام فتح الطاء والتاء يا بستان ط فتحة ط ت فتحة ت ط ت لابد أن تفرق الطاء قوة ت تدا قوة ط ت ط ت تفضل ط فتحة ط ت فتحة ت ط ت لام فتحة ل را فتح الراء لا راء ظ فتح الظاء زاي فتح الزاء ظ زاء غين فتح الغاء خاء فتح خاء غاء خاء عين فتح ع حاء فتح حاء عاحة ألف فتحة آ ها فتحة ها آها ذال فتحة ذا ثا فتحة ثا ذا ثا ها فتحة ها حا فتحة حا ها حا أحسنت ما شاء الله بعده جزاكم الله خير baik jadi kita utamakan yang belum pernah ya
sempurna sama sekali. Ustadz Zulkarnain. Nanti setelah lewat semua baru ke atas. Saya Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Belum pernah sama sekali. Qaf fathah qa. Kaf fathah ka. O ka. Zai fathah za. Zal fathah za. Za za. Fa fathah sa. Sa fathah sa. Fa sa. Za fathah sa. Sin fathah sa. Fa sa. Fa sa. A'ad marra thani. Fa fathah sa. Sin fathah sa. Fa sa. Za fathah za. Zal fathah za. Za za. Ta fathah ta. Lahza, lahza ya ahbab. نحن قلنا أن اسم الحرف يختلف عن نطق الحرف، فنقول اسم الحرف ضاء فتحة، طالما أصبح هناك حركة، إذا لا نذكر اسم الحرف نذكر لفظ الحرف أو نطق الحرف، فنقول ضاء هذا الاسم فتحة ضاء ليس ضاء. مرة ثانية لا تضع همزة في نهاية الحرف، نقول ضاء لا ضاء ليس ضاء. أنت البعض يضع همزة لكن ينطقها بسرعة، وتكلمنا في هذه المسألة المرة الماضية وجعلت جالو يترجم لكم أكثر من مرة. هناك فرق بين اسم الحرف ونطق الحرف. اسم الحرف فيه همزة في الآخر نقول ضاء، لكن في نطق الحرف لا يوجد همزة، لا نقول ضاء فتحة ضاء، لا خطأ، ضاء ضاء. طب ممكن نترجم يا جالو من فضلك؟ أيوة ممكن شيء. Jadi Ustaz, yang perlu diingat lagi, dimurojaah lagi di pertemuan ini adalah ada perbedaan antara ismul haraf atau nama huruf dengan lafzul haraf atau nutqil haraf. Ada perbedaan antara nama huruf dan juga pengucapannya. Jadi ketika nama huruf itu ada hamzah terdiri dari tiga suku kata ya. Seperti dho tadi ada dho, alif, ha, seperti itu. Jadi hamzah, afwan. Jadi terakhirnya untuk pelafalan atau untuk pengucapan katanya, di terakhirnya tidak perlu diberikan hamzah sebagaimana ismul huruf. Jadi setelah diberikan harokat, itu menjadi beda hukumnya dengan ismul huruf. Ini sudah disampaikan oleh Syekh di pertemuan sebelumnya. Fadhil Akmil. Naam, syukran. Jazakallahu khair. ضاء فتح الضاء ذال فتح الذا ضاء ذا تاء فتح التاء دال فتح الدال ليس 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 ضاء ذا ضاء ذا ضاء ذا. أنت تقول تضع همزة سريعة فتقول ضاء ذا، لا ضاء ذا ضاء ذا. تفضل. ضاء ذا yang pakai hamzah terakhir. Dha. Anta taqul dha dha. Dha dha. La, la tad' hamzah. Dha dha. Dha dha. Naam. Naam. Dha dha. Tamam. Ta fathat ta. Dal fathat da. Ta da. Dha ضاد فتح الضاء ضاد فتح الضاء دال فتح الداء ضاء داء سين فتح الساء. يا ذو القرنين أنت مصر تضع همزة في نهاية الحرف. يا ذو القرنين، الهمزة في اسم الحرف، يعني عندما أقول ضاء طاء حتى الضاد ليس فيها همزة في الاسم أصلا، يعني نقول ضاد. أنت عندما نطقت الضاد قلت ضاد فتحة ضاء، يعني أنت وضعت همزة وهي أصلا ليس فيها همزة. نعم نعم انتبه، بارك الله فيك.
ماشي. يا كري أمزة. terbiasa kayaknya. Sila. Bo 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 da bo da sin fathah sa. عيد من الأول من الأول ضاد فتحة ضا دال فتحة د ضاد ضاد فتحة ضا دال فتحة دا ضا دا سين فتحة سا صاد فتحة صا سا صا فا فتحة فا ثا فتحة ثا فا ثا طا فتحة طا تا فتحة تا طا تا لام فتحة لا را فتحة يا را. يا ذو القرنين يا ذو القرنين أنت عندك مشكلة في الهمزات وأعتقد أنت الذي كانت معك المشكلة المرة الماضية صح؟ نعم يا شيخ أنا يمكن تربياسة طيب نقول طاء انتبه اسمعني جيدا طاء نعم شيخ فتحة الطاء اسمها اسم الطاء في همزة في الآخر لكن نعم عندما نعم. أنطق الطاء لا أنطقها بالهمزة فأقول طاء فتحة طاء 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 نعم. ليس طاء طاء لا طاء 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 فيها همزة طاء. في الآخر هذا في اسم الحرف لكن طاء. عند النطق بها أقول تاء 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 ليس تاء ليس تاء تاء أ هذه همزة أن تغلق النفس بشكل مفاجئ أ هذه أصبحت همزة نعم. فأنت لا تغلق النفس بشكل مباشر حتى لا تظهر أنها همزة فهمت نعم. أن يترجم قليل جدا ترجم يا جارو من فضلك dengan nuansa dosa, maksudnya nafasnya jangan ditahan ketika membaca huruf itu kata Syekh. Jadi ada apa namanya ketika membaca itu dilepaskan saja nafasnya seperti itu. Jadi jangan ditahan nanti malah ada seperti hamzahnya seperti itu. Nam, insyaallah. Bismillah. Nam. Lanjut ya. Lam fathah la ra fathah ra ulang ulang tidak lanjut ta ta fathah ta ta fathah ta ta fathah ta 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 lam fathah la را فتح را لا را ظ فتح الظ زاي فتح يا ذو القرنين يا ذو القرنين يا ذو القرنين قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب في حرف اللام والراء نقول نعم. اللام فتح لا را فتحة را لام فتحة لا را فتحة را فوكس فوكس ركز تفضل نعم. لام فتحة لا را فتحة را لا را ظ فتحة ظ زي فتحة ز ظ ز يا ذو القرنين أنا سأقتلك يا ذو القرنين ناشي لا لا حول ولا قوة إلا بالله أنت تضع دائما همزات قلت ضاء فتحة ضاء هذه تمام زاي فتحة زاء هذه تمام ثم قلت ضاء زاء لا خطأ ضاء زاء لا تضع همزة إن شاء الله يعني بالتدريب يعني لا تقلق إن شاء الله بالتدريب ستكون جيد إن شاء الله بإذن الله تفضل نعم ظ فتح الظ
زي فتح ز ظ ز غين طيب أكمل دلاتي درجة كتاب اليوم إن شاء الله بالتدريب بالتدريب حاول حاول ألا تغلق النفس بشكل مفاجئ يعني لا تقول ضاء ضاء لا لو أغلقت النفس بشكل مفاجئ سيظهر على أنه همزة ضاء ز ضاء ز ضاء ز تفضل نعم ش أكرر ضاء صحيح ضاء ضاء ز هكذا ضازة قل معي ضازة لا لا قل معي قل مثلي ضازة ضازة لا لا تفصل لا تفصل لا تقف ضازة 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 هذه صحيحة أكمل لنجد غين فتحة غ غين فتحة غ خاء فتحة خاء غاء خاء عين فتحة ع يا ذا القرنين يا يا ابني لا تضع همزة أنت قلت انتبه أنت قلت غاء خاء لماذا تضع همزة غاء أ أ هذه همزة خاء أ أ هذه همزة غ خ غ خ ليس انتبه انتبه في فرق بين غ وغ غ نعم نعم هذه همزة هذا صلا هذا خطأ الصحيح غ ليس غ الخاء الصحيح خ ليس خ خ خ هذه بنر هذه صحيح خ خ صلا هذا اسم الحرف اسم الحرف خاء لكن عند النطق به أقول خاء فتحة خاء خاء فتحة خاء خاء إذن في الاسم خاء تمام أما في النطق خاء خاء فهمت؟ خاء تفضل خاء نعم غين فتحة غاء خاء فتحة خاء غاء خاء عين فتحة ع ح فت غ خ عين فتحة ع ح فتحة ح ع ح ا ح ألف فتحة ا ه فتحة ه ا ه ذل فتح ذا ثا فتح ثا ذا ثا ها فتح ها حا فتح حا ها حا نعم أرجو يا رئيس إن كان عندك وقت يعني ممكن تتفق مع ذو القرنين على وقت حتى لو 10 دقائق أو ربع ساعة في أي وقت يناسبكم اضبط له مسألة الهمزة التي في آخر نطق الحرف أو لفظ الحرف بارك الله فيك إن شاء الله شيخنا إن شاء الله يعني هو يفهم لكن لا يعرف كيف يطبق فربما عندما تشرحها له بالأندونيسي سيكون نعم. أسهل إن شاء الله بالنسبة له إن شاء طيب. الله بعد إن شاء الله يا أحباب سمعنا ya selanjutnya Ustaz siapa yang belum teruslah ada kalau tidak ada kita ke atas lagi Sudirman kemudian saya padahal Ustaz Sudirman kalau ada Ustaz Ruslan Ruslan ya Ustaz Sudirman terpadal Jadi kalau tidak ada Sofirman, Zainuddin. Siapa Ustaz? Ustaz? Nam ya Ustaz. Ustaz Zainuddin. Nam.
Zainuddin. Ustaz. Ya, nama Ustaz. Naam. Qa fathah qa. Kaf fathah ka. O ka. Zai fathah za. Zal fathah za. Za za. Ta fathah sa. Sin fathah sa. Ta sa. Gha fathah gha. Dal. Zal fathah za. Gha za. Ta fathah ta. La, 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 laysa, laysa. ليس ضاء ذا لا تخطئ خطأ أخونا ذو القرنين لا تضيف همزة للفظ الحرف ضاء فتحة ضاء نعم. ضاء ليس ضاء نعم ضاء فتحة ضاء ذال فتحة نعم. ذا ضاء ذا نعم. ضاء ذا ليس ضاء ذا تفضل نعم ضاء فتحة ضاء ذال فتحة ذا ضاء ذا تا فتحه تا دال فتحه دا تا دا ما اسم المتكلم ما اسم المتكلم زين الدين زين الدين نعم يا شيخ تفضل فلوس نعم ضاد فتحه ضا دال فتحه دا ضاد سين فتحه سا صاد فتحة ص س ص ف فتحة ف ث فتحة ث ف ث ق فتحة ق ت فتحة ت ق ت لام فتحة ل را فتحة ر لا ر ظ فتحة ظ زاي فتحة ز ظ ز اذكر اسم الحرف اولا اسم الحرف فيه همزه فتقول نعم ضاء فتحه ضاء اذا اسم نعم الحرف وعندما نضيف الفتحه نعم. ننطق لفظ الحرف ليس اسم الحرف ضاء فتحه نعم. ضاء زاي فتحه ز ضاء ز تفضل نعم ضاء فتحه ضاء زاي فتحه زا غا زا غين فتحه غا خا فتحه خا غا خا عين فتح عين فتحه ع ها فتحه ها ع ها ألف فتحه ا ها فتحه ها ا ها ذال فتحه ذا ثاء فتحه ثا ذا ثا ها فتحه ها ح فتحه ها ها ح تمام جيد ان شاء الله بعده ارجو رئيس عندما يحين وقت المغرب ان تنبهني عندما يحين وقت المغرب عندكم في مكسر نبهني بارك الله فيك تفضل بعده باقي 20 دقيقه طيب يعني نبهني قبلها يعني لأنني لا أعرف وقت الصلاة عندكم إن شاء الله إن شاء الله سليمان تفضل بسم الله قاف فتحة ق كاف فتحة ك ق ك زاي فتحة زا ذل ذل فتحة ذا زا ذا ثا فتحة ثا سين فتحة سا ذا سا ظ فتحة ظ ذل فتحة ذا ظ ذا ثا فتح ثا فتحة سا ذا الصوت انقطع انا لم اعد اسمع صوتك يا سودرمان سواري تربوتو شستات نعم نعم
Bo, bo, fatha, bo. Bo, fatha, bo. Dal, fatha, da. Bo, da. Sin, fatha, sa. Sod, fatha, so. Sa, so. Fa, fatha, fa. Sa, fatha, sa. Fa, sa. Ko, fatha, ko. Ta, fatha, ta. Ko, ta. Lam, fatha, la. فرق فرق في خطأين. الخطأ الأول أنك قاربت مخرج الطاء من التاء، قلت طا تاء، لا طا تاء طا تاء طا قوة طا قوة قوة سيكالي، لكن التاء إذا قوة هذا رقم واحد يتوبر تمام. كدوا لا تقول طاء، لا تضع همزة مثل الإخوة، يعني أرى أن هذا الخطأ يعني منتشر، هو أكثركم خطأ في إضافة الهمزات ذو القرنين. أيضا زين الدين وقع في هذا الخطأ أكثر من مرة، وها أنت الآن يا سودرمان. يعني ممكن إن شاء الله الأخ رئيسي يعني يصحح لكم هذه الأمور في أي وقت إن شاء الله هو مناسب له. مسألة إضافة الهمزات في نطق الحرف، في فرق بين نطق الحرف واسم الحرف. فنقول طا فتحة طا، تاء فتحة تاء، طا تاء طا تاء، لكن لا تقول طاء تاء طاء تاء، إذن في همزة هذا خطأ. طاء تاء انحباس الصوت أو انحباس الهواء المفاجئ يعطي انطباع أن هناك همزة، عندما يعني طاء أو أو هذه همزة، إذن نقول طاء تاء طاء تاء. تفضل أكمل. Silakan dilanjut Ustaz. To fatha to, te fatha te, to te, lam fatha la, ro fatha ro, la ro. La 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 la. Zo fatha. Ya Sudirman, Sudirman. نحن أصبحنا طلبة علم، لا نقول لا. هذه خلاص، إحنا هذه العجم، أنت أصبحتم عرب الآن. العرب لا يقول لا، لا لام فتحة لا. يا أحباب علماء اللغة العربية ليس عرب، سيبويه ليس عربي، إمام اللغة العربية سيبويه ليس عربي، وأصبحوا أقوى من العرب في اللغة العربية. إذن يعني ليس لأنك لست عربي تكون ذريعة أن تخطئ في اللغة العربية، لا. علماؤنا نحن العرب في اللغة العربية ليسوا عرب، بعضهم عرب نعم، لكن بعضهم ليسوا عرب. يعني الخليل بن أحمد عربي، لكن مثل السيد دويه ليس عربي وأصبح إمام من أئمة اللغة العربية. إذا المسألة تحتاج إلى تدريب ودراسة. ترجم يا جل. أيوة. Jadi kita yang diingatkan oleh Syekh adalah bahwa kita ini talabatul ilm, talabul ilm. Jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu yang kalimat-kalimat yang mungkin menunjukkan bahwasanya kita ini bukanlah, atau bahwasanya kita ini seperti orang ajam atau bukan orang Arab, itu harusnya terbantahkan dengan fakta bahwasanya Imam Sibawaih, imam dalam ilmu bahasa Arab itu juga orang ajam, bukan orang Arab asli, melainkan tapi beliau menjadi imam besar dalam ilmu bahasa Arab dan bahkan lebih fasih daripada orang Arab. Jadi ini bukan uzur bagi kita untuk lebih baik lagi dalam pelafalannya. Jadi tadi ada kesalahan tadi saat yang lam tadi. Yeah, jadi lam. Ya. Idzan naqul lam fathah la, ra fathah ra, la ra, laisa la ra, la la ليست لام عربية. هذا سلام. La ra, la ra. تفضل. أولاً. نعم لام فتحة لا را فتحة را لا را ظا فتحة ظا زي زي فتحة زي ظا زي
غين فتحة. لا ليس 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 ظا ليس ظا ذا ظا ظا ليس ظا 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 ذا ظا ذا ظا ذا ظا ذا ظا فتحة ظا زي فتحة ز ظا ذا غين فتحة غ خ فتحة خ غ خ عين فتحة ع ح ح فتحة ح ع ح ألف فتحة ا ه فتحة ه ه فتحة ه آه ذال فتحة ذا ث فتحة ث ذا ث ليس ذا ليس ذا ث ذا ذا ث ذا ث ذال فتحة ذا ث فتحة ث ذا ث ليس ذا ث لا ذا ذا ث تفضل ذا ذا فتحة ذا ث فتحة ث ث ذا ث نعم جزاك الله خيرا أين الهاء ما زال لما هاء شعر ساتو والحاء ه ه ه ه فتحة ه ح فتحة ح ه ح طيب لا نقول ح ح ح اللغة العربية اسمها إمالة أو تقليل هذا خطأ ح ه فتحة ه ح فتحة ح ه ح ها ها فتحة ها ها فتحة ها 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 طيب عفوا يا حبل لحظة سوف نصعد الأعلى إذن هذا سنكمل هذا الواجب صوتي إن شاء الله بإذن الله ريكورد على المجموعة إذن عندي واجب صوتي واجب صوتي وهو من لم يقرأ اليوم من لم يقرأ الذي قرأ معي اليوم رئيس جالو ذو القرنين زين الدين سودرمان صحيح يا رئيس أم هناك أحد بعد نعم نعم شيخ هذا فقط إذن الذي لم يقرأ الذي لم يقرأ يكمل ريكورد هذا ريكورد تسجيل إن شاء الله هذا واجب صوتي ثم هذا واجب كتابي ترجم يا جالو قبل أن أكمل أيوة jadi bagi ikhwah yang belum membaca tadi yang dibacakan nama-nama oleh Syekh itu adalah yang sudah membaca bagi asatidah yang belum membaca maka PR-nya adalah dengan mengirim recording voice note di grup nanti itu PR yang pertama itu adalah PR al-huruf التي هي الحروف المتشابهة نطقا هذه واجب صوتي ايوه jadi ini apa tugas atau PR sauti PR recording voice note itu adalah huruf-huruf yang hampir sama alhamdulillah rahmatullah ثم الحروف المتشابهة كتابة هذه واجب كتابي Kemudian mara wahida faqat. Oh ya mara wahida. Kemudian PR yang kedua adalah PR tulisan yaitu huruf-huruf yang memiliki kesamaan dalam tulisan penulisan ini. Silakan di screenshot mungkin yang tidak belum punya kitabnya. Limadha hadha alwajib qalil alyawm li'an fi wajib akhar. Sa'ukhbirukum bihi. Ayo. Kenapa PR-nya hari ini sedikit hanya
sekali saja. Jadi ini ditulisnya sekali saja nggih. Ya Satidah. Untuk huruf-huruf ini ditulis sekali saja karena ada PR selanjutnya yang akan disampaikan oleh Syekh. Li'annana sanahfaz kalimat. سنحفظ كلمات نبدأ نحفظ مرادفات وكلمات عربية سنحفظ الجزء الأول من هذه الكلمات من حرف الألف إلى حرف الذال هذه تكتب وتحفظ ألف أقصى أنا سأقرأ وأنتم اقرأوا في سركم معي ألف أقصى باء بيت تاء تمر ثاء ثلاجة جيم جزر ثلاجة جيم حاء جزر حقيبة خاء حاء حقيبة دال خاء خاتم ذيل دال دبابة ذيل إذن هذا الواجب الثالث هذه الحروف نحن نحفظ كلمة مع كل حرف إذا تعرف كلمة أقصى باللغة العربية ويمكن أن تترجمها بالأندونيسي لأن هذه حفظ كلمات بيت باللغة العربية بالإنجليزي في الأندونيسي روما وهكذا تمر باللغة العربية بالأندونيسي كورما وهكذا ثلاجة كولكس وهكذا لا أعرف صح أم خطأ لكن هذا بحسب علمي يعني. ما شاء الله صحيح طيب إذا نبدأ نحفظ كلمات حتى يكون عندنا خلفية فوكابلوري كلمات كثيرة إن شاء الله بإذن الله إذا عندنا ثلاث واجبات واجب الريكورد الأحرف المتشابهة لفظا الذي لم يكمل ثانيا لفظ الواجب الكتابة للحروف المتشابهة كتابة وواجب كتابة وحفظ لهذه الكلمات العربية الجديدة من حرف الألف إلى حرف الذال فضل جلو ترجم Jadi itu tadi adalah tugas kita pada untuk pekan ini. Yang pertama adalah tugas rekaman atau tugas suara, voice note, yang merupakan huruf-huruf yang memiliki kesamaan dalam pelafalan tadi yang kita sama-sama baca. Untuk yang belum melaporkan via Zoom. Yang sudah nanti tidak apa-apa. Kemudian PR kedua adalah PR tulisan. Untuk menuliskan huruf-huruf yang memiliki kesamaan dalam penulisannya. Dan PR yang ketiga adalah menghafalkan mufrodat atau menghafalkan kosakata-kosakata yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi yang diawali oleh huruf-huruf hijaiyah yang jadi PR kita adalah dari huruf alif sampai dzal. Jadi dihafalkan dan juga ditulis kosakata-kosakata yang ada di layar ini. Baik. هل في وقت نكمل يا رئيس أم انتهى الوقت؟ انتهى الشيء. بكي. طيب أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم بإذن الله سبحانه وتعالى وأن يستعملنا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ينفعنا وأن يجعل هذا العمل خالص لوجهه الكريم مبيضا لوجوهنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى وأجمل ما في هذا العمل هو اجتماعنا عليه. وجمعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى فقد يكون هذا سبباً في أن يحشرنا الله سبحانه وتعالى جميعاً يوم القيامة راضٍ عنا ويكون سبباً في أن نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رزقنا شفاعته يوم القيامة بهذا العمل المبارك إن شاء الله فضل جل وعلا Jadi semoga apa yang kita pelajari ini apa yang kita tekuni sekarang ini menjadi salah satu sebab kita nanti kelak dapat dikumpulkan kembali di akhirat dan juga menjadi sebab kita kelak dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب انا كنت اخبرتكم انني ساحاول ان اوفر يوم ثاني لكن لم استطع ان اوفر يوم السبت لان ما زال عندي جدول لم استطع ان انتهي منه. فسنحاول إن شاء الله بإذن الله أن نوفر يوم السبت لو لم أستطع قد نجعله يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله يعني هذا هو الجدول الذي قد يتوفر عندي أنا سأحاول أن نوفر يوم السبت لو لم أستطع قد يكون يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله من هذا الجدول الذي هو مناسب عندي إن شاء الله فسامحوني على التأخير Jadi Syekh ini mengupayakan agar kita ada dua pertemuan. Jadi beliau memiliki jadwal kosong itu di hari Sabtu
Tapi jika nanti hari Sabtu beliau tidak bisa, nanti bisa dipindah ke hari Kamis. Ala kulihal, beliau mengupayakan untuk kita dapat memiliki pertemuan paling tidak dua kali dalam seminggu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu liyulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.